ومن البحيرة إلى الإسماعيلية، والتي لا يقتصر دور مبادرة حياة كريمة فيها على تنفيذ المشروعات فقط، لكن يمتد لما هو أبعد من ذلك، وهو تقديم المساعدات للمواطنين. كان آخرها سيدة من الإسماعيلية زوجها مريض بأمراض مزمنة تجعله غير قادر على العمل لإعالة أبنائه الثلاثة والحصول على مسكن إيجار لهم. استجابة لندائها قدمت المؤسسة لهم تروسيكل يوفر لهم مصدر دخل، وساعدت في تجهيز ابنتهم المقبلة على الزواج بالعديد من الأجهزة اللازمة للمنزل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد أنور تركي، منسق حياة كريمة في الإسماعيلية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين، ومساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني طبعا إحنا قلنا في المقدمة ودايما في برنامج المبادرة الذي يغطي كل مجهودات مبادرة حياة كريمة، دائما ما نقول أنه ليس فقط المبادرة تسعى لتقديم الخدمات الخاصة بالبنى التحتية، لكن هو في الأساس للمواطن المصري. فهذه اللفتات واللمسات الإنسانية تعتبر من أصيل شغل وعمل مبادرة حياة كريمة. طبعا زي ما حضرتك قلت وتفضلت في التقرير باستعراض اللي حصل مع الست سحر، ده بيجي من ضمن دور المؤسسة حياة كريمة من محور التدخلات الاجتماعية وإجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. احنا رصدنا الحالة من خلال فرق وعناصر المتطوعين بتوعنا في مركز مدينة أبو صوير، وتم عمل بحث ميداني للحالة وتم دراستها وتم التواصل معها من قبل المؤسسة. الحالة طبعا في الأول كان اتكلمت معانا ان هي كانت عايزه تعمل مشروع، ان هي بس عايزه شيكارتين دقيق، وان هي تعمل مشروع ان هو حاجات منزليه ووجبات وكده. والحمد لله لما رصدنا الحاله اكتشفنا ان الزوج غير قادر على الكسب او غير قادر على العمل تماما، والحاله كانت بتعمل في البيوت طبعا مهنه شريفه، وكان هي عائل الاسره الوحيد، عندها بنتين وعندها طفل 3 سنين. رفعنا الحالة، عملنا تقرير ميداني بالحالة بالكامل، تم صرف لها من مؤسسة حياة كريمة تريسيكل كأداة للكذب، وعندها بنتين، احنا قدرنا نتكفل بالجهاز للبنت الكبيرة اللي مخطوبة او مقبلة على الزواج، من خلال بوتاجاز وثلاجة ولوازم بقى الأساسية، اللوازم الأساسية للزواج. وبرضه مؤسسة حياة كريمة ما نسيتش كارتين الدقيق برضه، نسيت طلبات. طيب احنا بقى بنتكلم عن هذا الجزء، ويمكن أكيد بتتعرضوا حضراتكم داخل الإسماعيلية أو حتى محافظات الجمهورية جميعا داخل مبادرة حياة كريمة لمثل هذه اللفتات الإنسانية اللي بتحتاج زي ما حضرتك بتقول تزويج أو المساعدة في تجهيز بعض الفتيات، إعانة بعض الحالات الإنسانية. حضرتك بتقول إنه بيتم دراسة ده، مدى بقى وصول الناس ووصول وطلبات الأهالي، هل بيتم التواصل بشكل مباشر؟ أنا عارف كمان بيتم التواصل من خلال المنسقين الميدانيين، وده اللي بيسهل عمل حياة كريمة. فلو حضرتك تدينا فكرة بشكل عام عن أيضا، يعني هنتكلم طبعا عن المشروعات، لكن بخلاف المشروعات المساعدات الأخرى. والله احنا عندنا هنا في محافظة الإسماعيلية مركز الأنقرة شرق هو المركز الوحيد حياة كريمة، وهو في الضفة الشرقية لقناة السويس. بقية مراكز المحافظة اللي هم 6 مراكز المتبقية متواجدين في الغرب، لكن احنا من خلال شبكة المتطوعين اللي نسجناها على مدار الشهور السابقة اللي بقى قوامها الحالي 250 متطوع ميداني، بنأمل ان هم يوصلوا ل1000 في اخر العام، بحيث يكون عندنا في كل قريه من ال 95 قريه بقرى المحافظه عندنا مجموعه من المتطوعين في كل مكان وفي كل تابع وفي كل عزبه يكون في ممثل لمؤسسه حياه كريمه يرفع معاناه اهالينا هناك في القرى ويقول مطالبهم ويقول احتياجاتهم، بحيث تكون حياه كريمه موجوده في كل بيت وفي كل عزبه وفي كل قريه، نقدر من خلالها نرفع الحالات الإنسانية ونكفف مصاعب الحياة على أهلنا في كل قرى الريف المصري بإذن الله وفي محافظة الإسماعيلية بشكل خاص. نعم. طيب أنا عايز برضو أسأل حضرتك بقى، نبدأ نتكلم عن المشروعات، وعارف إن بيبقى فيه تقسيمة لحضراتكم إنه بعض المشاريع بتصل لنسب مئوية، يعني 20 30 40 50، وفي بعض المشاريع اللي بتكون سلمت أو أوشكت على الانتهاء. لو نتعرف من حضرتك بقى على الإسماعيلية بشكل كامل ومشروعات حياة كريمة فيها.
زي ما ذكرت لحضرتك احنا عندنا مركز الأمطار شرق في الضفه الشرقيه من قناه السويس البر التالي. احنا المركز بيشكل 49% من مساحه محافظه الاسماعيليه. عندنا حجم مشروعات بيوصل ل 135 مشروع. ده طبعا المشروعات اللي في الأمطار الشرق بتندرج تحت محور البنيه التحتيه. وصلنا بنسب انجاز متقدمه جدا في اغلب المحاور. محور مياه الشرب عندنا نسبه انجاز وصلت فيه ل 95% على مستوى القرى الرئيسيه والقرى الفرعيه الرئيسيه ايضا. نفس الامر بالنسبه لمحور الصرف الصحي، وصلنا لنسب انجاز تجاوزت 80%. الموديل الجديد لحياه كريمه، مجمعات الخدمات الحكوميه اللي وصلنا لنسبه انها واعمال 100% سواء في مجمعات الخدمات الحكوميه اللي هتقدم 7 خدمات لكل اهلنا باهالي بمركز القرى مركز الأمطار شرق. ونفس الامر على محاور الخدمات الزراعيه ومراكز الاسره والطفل التابعه لمديريه التضامن اللي هي وصلنا فيها نسب انجاز 80%. نفس الامر بالنسبه للغاز الطبيعي اللي وصلنا فيه لنسب بتتجاوز ال 50% وال 55% والاتصالات ورصف الطرق ايضا. والمحاور اللي انا ذكرتها لحضرتك محاور البنية التحتيه محاور مكمله لبعضها مترتبه على بعضها طبعا. فاحنا باذن الله مش هنخرج مركز الأمطار شرق غير واحنا مقدمين افضل استفاده ممكنه لكل اهلنا في كل قرى ومركز الأمطار شرق. احنا بنشكرك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات الدكتور محمد انور تركي منسق حياه كريمه في الاسماعيليه.